أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم Ey gali temaşevani heza Hudayet ala nasip ki inşallah iyi romel ser bid'a iştaglan. Çünkü Nebi aleyhissalatu vesselam ahir zamanda ve kavmekleri ef kavm evet sadece dini İslam'ı tahrif bıka ve fitna ve fesad ve gallaciye ve tiştene kançte khanaf dini İslam'ı ve ev din çava gu Hudayet ala Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam raniye ve jüveri darha أبا عين وكا يهودي وخريسيانا وكا مجوسي وفلو جهو إزيديا أبا الدين خداي تعالى تحريف بكين قوة وطاقتان نجه كتابة مصحافة رب العالمين مطلقة بتحريفات سنة محمد عليه الصلاة والسلام أبا بكين وفانا بدعا درخن بدعا شنا تشتاقو محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام نكريا وصحابة نكريا وتابعين نكريا وأتباع وتابعين نكريا إمام شعفي إمام أبو حنيفة وإمام أحمد بن حنبل وتمام علماء الإسلام نكرنا ودحقي وان ده آيات وحديث شريف موجود نينين سر حسابي خو هنا كاشبونا جو خولو زنجين بكن هنا كاشبونا جو ولو دنا ملتة وك جو تبعه ولو شكل بيج بيا وفي العقاس وصعب عالم كي مزنا صعب إنسان كي زانا بني بتشتني جو أو زانا كسك بين زانا جبونا جو شهرة الدنيا تيك فدستي وانا كي هنا كي إنسان وبيدعاء درخن الجنبي عليه الصلاة والسلام جي بري 1405 سال بري وعز نصيحه الصحابه وصحابه كريه والانصار ومهاجر كريه قلت يا بني بشتي من افيت شتي ولو درين وبدعات درين خرافه درين وهناك عالم بلعم درين او بلعم سرنا به خدي ورسولي فرابكن او افترابا فيجن تشتي قد قران مبين ده سنه محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام ده تنا بايجاد بكم تيخنا ديني خدايه تعالى وي ديني سر يا حق ويدرخن جبولو ايغو ويدونا بيجي ويدونا بيغرك ولو لوكا نصيحات أمري ومن بحاتينا كجمر هنا أي تماشواني هجا ربي نصيبك أي إبراهيم كردي مسلماني مؤمن أولدار خداي تعالى نصيبك جمزي سر في مسألة بدعاء هنا آيات قرآن مبين هنا سنة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام أزيج ورا بجميرم بخوينم أزي معنى بدمي وتيسر چه معنى كابر رب العالم چه أمر ددامي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام چه بيجا سنة چما مهمة چما بدعات سینا پیسن نجسن چما بدعات خراکرنا دینا همه سر سببه و ناکه انشالله خدای تعالی نصیب که میبشتغلن ان باشیده صحیح بخاری و مسلم حدیث نمارا سیاوان چار داریمی دو سنه خدا حدیث نمارا سی پیساد و نوت و چارا دا احمد بن حنبل مسنده دا نه 1146 دا حدیث شریف که نبی علیه سلات و سلام هیا دبی کل سر نویم فرابک کل سر نویم ایجاد درخ کل سر نویم بدعا درخ کل سر نویم لمیجه که گم نکری خونه که گم ندید وی ندیدیه و عطفیم بکه بر جی خدا گرد حاضر بکه من کذب علیا متعمدا فلیتبو مقعد من النار کل سر نویم فرابک بر جی خدا گرد دوجه ده جهنمی ده حاضر بکه و ها گوییه یعنی چی ما اولاد بشه چون که خدا تعالی نجم سرسیده آیات آسیا و چاره داشت بشه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام چه خبر بده چه بشتغله
او مطلق وهي او ج نفسه خو او ج عقله خو او ج حياله ش حياله خو ويا بشكل كيولو ناشتغله الا وهي خدايه تعالى يا رب العالمين جبريل امين بايته جير شانديه يا غير مطلوب وهي مطلوب وهي ما قوتي سنته محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام وكجبريل تديت حادثه عمر عليه السلام هي حادثه حضرت عمر رضي الله عنها دبيجا روجك ظلامك جو متغا ايناس نك جليس بيبون هيچ سري اسري ريتنا وريتشوانيتنا وهات بان بي عليه الصلاه والسلام پرس كرو پشتي پرسي وقت گو محمد عليه الصلاه والسلام جواب ده گو تراس گو تراس گو تراس گو ما گویا افچ زلام كي بي ادب هم سوال از محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام كو پشتي ونا جو كو انسان كي گو زانه و سان كي وي او تشتي محمد عليه الصلاه والسلام رو گوتي او تيدا وجيت كه پشتي گو چود به پیغمبر عليه الصلاه والسلام پرس كر گو يا رسول الله افكيه گو اف جبريل امينه هاتيه گو دينه و بعل مينه يعني تخوازه گو ون دينه اسلام حكم امريا خداي تعالى تقوى و اخلاص و حسنات و تشتي باش و قنت چنه ون بعل من خداي تعالى ويجمر شان ده دمه كي في شكل جي واحي هاتيه جبولو كسك نكار سر نافي نبي عليه الصلاة والسلام فرابك ايگو سر نافي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام فرابك ويا انسانك يقو حديثك يقو نش صحيح بن نش صحيحة وبفرابا في جسر محمد عليه الصلاة والسلام بي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وها قوتيا او نراستا او مفدوعة وزعيفة ويدرمايا النبي عليه الصلاة والسلام فليتبو مقعد من النار برجي خد جحنم إذا حذر بك أوقع مهمة جا خداي تعالى القرآن مبين دي تعطى محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام صح مهم دي تيا ودو قرآن مبين دي نسكي سيصد شار صد آيات دي يعني قسما ولو ديرك أمر دي ده براست أمر دي ده بإتعاطى محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام بكن وقسما جهية بشكل كده وكمجازي ديس ايت عطا محمد عليه الصلاة والسلام امر دكا دا آياتك كده جو خداية تعالى حشر حفتادة وهاد بيجا وما اتاكم الرسول فخذوه واختيقو محمد عليه الصلاة والسلام تشتك امر داوة وبيع تشتك داوة ويبقرن ويراجني وصروينا استقامتا خشيكن وما نهاكم عنه فانتهو واختيقو تشتكي منعاوش تشتكي جيبكا ونجي خشي دور بكان واتقوا الله خداية تعالى بطرسن چونكي ان الله شديد العقاب چونكي عذاب خداي تعالى صعب شديدة صعب قوينة وصعب يعني بعظامتة دبجة جبولة قتشك تام خداي تعالى أمر ددم مؤمن ومسلمانة تشتاقوا محمد عليه الصلاة والسلام أمر داية وبكن بيجا وبي بكن بكن قد بيجا وبي نكن نكن واختقوا محمد عليه الصلاة والسلام بكل بدعات ضلالة تمام بدعات ضلالة كسك نكار به والله بدعتنا ضلالة نا والله فلان عالمي ولو قلت يا او راست بيجا لسمع عشان محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام فراتك وقتي قلت تشتكي ولو بيجا وي ايمان وي انسان ايمان بخدي ورسولي نانية شوكي ما كتابة مبين ده مصحفة خدي ده قرآن مبين ده مد آيات ده خند وقتي قمت خجن بيجا اي ايمان اي كسيقو ايمان بخدي ورسولي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام آنينا حتى جو أو رسول أمريكي وقت جو داوا والدلي وده تشوب وشك تشوبها وشك نمينا بشكل كيولو ون إتعتاوي حتى ونكن وطام بمعناك الراس وإيمان بي رسولي نانيا خداي تعالى دعيتي خده وهاد بجا يعني حالي حاضر إنسانك جو بي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام إتعتاوي نابا بي إنسانك بيجا والله محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام كبشرك يا أوجي جديك تشيبويا أوجي شست و سه سال عمر کیو پیر وفات کری مرنی او جب بشر کی وکا میا و تو وصفینا کل سرواهی تنن و تو عادت کیوی تشریج تنه او اینا جب بشر کی وکا میا وقتی کو بجا او انسان دمکی گر بیا راست و بحقی ایمان خدای تعالی نانیه جبول خدای تعالی جی شرط کی ایمان شرط کی جنت شرط کی خلاصیا انسان و عفکرنا ماسیت و گنهینا که وهاد بجا كيجان علي عمران سيو يكادا وهاد بجا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بجوان يا محمد عليه الصلاة والسلام إيرغونش خداية تعالى حسبكن إتعاطى مبكن يعني إيرغون قرشكتن باورياب رب العالمين هبا وباورياب مصحف قرآني هبا دبجن إتعاطى محمد عليه الصلاة والسلام كن تابعي ويبن فاتبعوني تابعي من ببند بجا محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام يعني خداية تعالى بدذي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام دشتغله وأمر دي ده صحابة وتابعين وأتباع وتابعين حتى رجاء قيامة إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله
تمام باتكو انا كيد بير جون خلاص يب خازن اير ون جنت يب خازن اير ون عفكرنا رب العالمين دو خازن تابعي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام بن تابيت شيا تابيت تسليميتا تابيت بجلي خو دست بيبكن جلا دست بيبكن حتى خوارن و خوارنان عذاب يوزن مريجي تمام غرك الغورا محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام با وينا مناك بر مهمة وينا جمرة مهم مهم انسان کی پر مهمه خدای تعالی مدل ولا رغدان یه برمه گوتی ایر گون خلاصیت خوازن و مت خوازن گو خدای تعالی جو راضی به مت خوازن گو خدای تعالی و تیخ جنت بنی لپای محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام هرن و نی ولخو خلاص کن پیر خدای تعالی چت بیجا دی به ایر گونش خدای حس دک حس بکن ایر باور یا خدای تعالی هبه و دی والله امش خدای تعالی حس کن تابعي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وقت يقول تابعي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام ببن هنگان يحببكم الله ويغفر لكم هنگان يجي خداية تعالى ويج وجه حسبك ويقول هو تمام عفبك ويقول هو باقش بك ويقول جدياخ ونو والدينا ونهاتنا الدنيا يتشيبونا ولو يقول بي قناح ممين الكري رجاء قيامته أبت والله غفور رحيم خداية تعالى پر عفتك وصعفش إنسانا حمايتك ولد بجاء آية كريمة كجان علي مرانسي ويكذا وعيني كذا معي دد دوا دج خدايت على نصيحتك المسلمانات كه تبجن أي مؤمنة وقت يكون هات نباه في دين وبنا جباتك وبنا جمعتك إلا جرك يتعاوتا ودناب هرديدا سر تشتي باش ورياء خدايت على تبا نسر بدعاتا ونسر خرافة ونسر حرامية ونسر عدواتي دجمنتية سر تشتولو غرك نبا إلا غرك جبو بأمريا خداية تعالى با چونك خداية تعالى وهاد بيجا ولا تعوانوا على الإثم والعدوان دبي وقتي قون قناها نكن وحدي خوجي زيدا زيدا درباس نكن والسر باطلي جي آلي كاريا هفدي نكن يعني جبو قناها وجبو دجمنتية وتشتيقو خداية تعالى نرازي وكا بدعاتا وك تعريفات دين الإسلام وك حقارتا مسلمانا وك ظلم وتعدا مظلوم ومستضعفة خداية تعالى دبا مسألة دا آلي كاريا هفدي نكن هفدي نقرن وقت يقوم بهفدي بقرن خداية تعالى نرازية ondan sonra تدبيجة دبي واتقوا الله شو خدا بترسن إن الله شديد العقاب محقق خداية تعالى عذابي سعف شديدة سعف مهم شديدة تو إنسان وتو وارلق نكارن جنافا وي عذاب شديد خو خلاص كن وقرشك تاني مسلمان خداية تعالى نتكي النبي عليه الصلاة والسلام تحادثة كده جد بجا عليه الصلاة والسلام وهاد بجا دبي بشتي من و پشتی من ای بری من امتام دناو امتام ده خدای تعالی وقتی گو پیغمبرک رسولک و نبیک شاندیه مطلقه مطلقه انسان تابیوان بونه بیاوان کرنال پای سنتیوان چونه و بی امریاوان ایگو امریاوان اکی انتعاطوان اکی کرنه در کتنا پشتی وان هنک جی حواریوان اکی و هنک جی اصحابیوان اکی نبی علیه الصلاة والسلام و هاد بجا یعنی بجا مطلقه ولی پیلو اینکیش بجا عليه الصلاة والسلام أبي هناك إنسان دارين أبي هناك إنسان دارين تشتاقوا ما نكري أو بكن تشتاقوا ما أمر نكري أو أمر ياوي بكن إن إنسانا ونبي عليه الصلاة والسلام آتشق ونطول لك تحادثي خدت بجا فمن جهادهم بيديه فهو المؤمن كيف أنا قلت تحريفات إسلام بكن بدعاتها درخن تشتاقوا ما نقول يا بيجن برسول الله عليه الصلاة والسلام أفقد يا وتشتاقوا ما نكري ببيخنبر عليه الصلاة والسلام سنتي ذا أفهيا يعني بدعات درخه ومحدثات عمور بجن تشتاقو مسند وسنديد اسلام د تنبا دي بوقت قوات شتا درخه كيد بجا كيد بجا بدستيخو بوار مجادله بك جهاد بك فهو المؤمنون او مؤمنه ومن جهادهم بلسانه كيب زمان خبوار جهاد بك مجادله بك فهو المؤمنون او مؤمنه ومن جهادهم بقلبه كي بد قلبه خو بوار جهاد بك بغزا وبدعات وحرام بك فهو المؤمنون او جي مؤمنة وليس وراء ذلك من الايمان حبة الحرضان بيشتي ويناجي بقاي زراك حبك يعني بقاي
taneka habbeke hab hardale dediliwi de iş imani pişkine mayed beşe Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Evci İmam Müslüm'ün sahih olarak dayı de beşe evci Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ve ha gotya ve aynı kazad İmam Müslüm de hadisi şerifeke ve ha cihaya seyekunu fil ahirul ümmeti unâthun yuhaddithunakum ma lem tesme'ûne ve entum ve la ebâukum ve iyâkum ve iyâhum beşe. Pişti min, pişti ve ümmeti, paşa ve ümmeti de ve insan ne ulu derin. Ne ve tiş ne ulu beşin go ne baveva, u ne ve, u ne ceddeva, u ne me, empi ne hsiyana. Yani hayama jitine. Yani Nebi aleyhissalatu vesselam, dibe insan ne ulu ve derin, hatta jwa vara, jwan çubkin, hu dur biseknin. خوجوان دور بسکنن چما وانا بدعاتینه وانا خرافکارن وانا اسلامی خرافکن وانا انسان اج حکم و ریا خدای تعالی دور دکند بیجا والله انسان اولو درکتن انسان اولو زیدش درکتن نای گوتن حتا وقت گو معز نصیحت خودن بیجن ای مسلمانلار تشته گوت قران مبین دتنه و سنت محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام دتنه و اجماع امت علما سروینات تنه به خودش و رازی به وجبات شي ولا خدور بسكنين حتى ممكن مرتبه فانا قنجيا ناكل فات شتي حرام خوجي محافظه بكون باش نقدرتين بيا او سيدا تكون خونج بوش بوش تشتغل راس ناشتغل يا ام اهل تصوف وام مشايخ ما وعالم ما وشيخ ما ولي ما وبخدي ما وتشكي ما وتشكي ما وتشكي ما هنا او تفنى راست وين راست والله ان ام راستنا او راستن كي راسته قران وسنه راسته حقيقات وعدالات قران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام جو وقت قد ودا حجيده ودا حج ياخذ تشد بجا جمعتي دبي بشتي وفاتها ما دت تشتاج ورا دهيلم اير قول باي وي هر وني خلاص بن اير ون تركان بكم وني اس وني 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 حلاق ببن وني استقامت وتشزقي اخو هنداكن دبي يا رسول الله او تشد بي قرانا مبينا كتب خدايا تعالى ويك سنه من بجا ايه او قصة مهمة اتشتي عصلي دينجي او قرآن و سنة ما قوت چه قوت مقو بني نسكي سيسا چارسا دايتي دا خداية تعالى دبجا يا ايوها الذين آمنوا اتيعوا الله و اتيعوا الرسول اي وان كسي قو ايمام خداية تعالى نيا اتعاتا محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام و اتعاتا خداية تعالى بكن اتعاتا خدا و رسولي ناكي بكن يعني قون و اتعاتي نكنش خوني خو حلا بكن ما نجم سورة سيدة جخون دبو خداية تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو بيخنباش هوا خوش نفسا غوتشتكي ناشتغلا هر چبيجا وهيا خداية تعالى يعني النبي عليه الصلاة والسلام سريدة حديثة كذت بيجا من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار كل سر نافين فرا بشتغل برجي خد جحنم دا حزر بك او حديث شريفة قو بوهاري ومسلم متفقون عليه دانا اذا حاوي وسبب بيجي افا بلاقو ناس النبي عليه الصلاة والسلام قرآن مبين دا صدي چل وهيبة صدي شاسد بيجن علماء فقه شريعات ومحكم آية حادثة نبي عليه الصلاة والسلام موجودة إسلام حقوقي صادجة قرآن مبين تنية إلا سنة سنة إساح وتفسيرا ويا وخداية على القرآن مبين دجي نزكي ده دوازاية تدا دبي ما كتابو حكمة نازل كر معاني سروع مشترى شان يا محمد عليه الصلاة والسلام إمام شافعي رحمه الله بجاء حكمة سنة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام آيات جيويد بجن وحقيقات جي أود بجاء معيدة وشيدة جي خداية تعالى شيد بجاء اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دي بجاء إيرو من مدينة خوا تاس تمام كر و اوني متى مني قول سر وجي من اني جي يعني من حق من تحقي والسر من نما رب العالمين بيجا من اسلام جوار شان مجوار الرسول شان مجوار دعوه شان مجوار انسان قو حقي وحقيقات بيجن وبحساب بدعاته وتشتي قو دين اسلام دتنا بتشتي باطل دي بي قو واو عسو ارشاد يجيكم او جي جوار شان يعني مدينه خو كمال كريم تم عزره جوار نهشتيا و رجا قيامت جي انسان تمام وقت قو محكمه بن بكي جان حقوق وقانوني بقانون الدين الإسلامي محكمة بن ولو كي قوم نسبة ولو كي سوسياليست ولو كي أطايست ولو كي ديست تشبا تشبا تشفكري أو كي يهب ولو كي زردوش با إزيدي با جهوبا فلبا وموسكوف با تشبا جي وآرمني با جي دي ساج رجاء قيامته خداية تعالى نب تورادي نب إنجيلي نب مصحف عرش كسكي محكمناك إلا محكمناك بقرآن مبينة
bu mushafa, kitaba, goj Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam rahatiye evvel beje Khuday-i Teala maide ayet-i siyada u Nebi aleyhissalatu vesselam dedit meseli de ayet-i khund ya Khuday-i Teala beje ve ma atakum rasul fekhuzuhu ve ma nehakum anhu fentehu beje ya aynı bu şekilde hadis numarası İbn-i Mecah sünnavi de hadis numarası yeke sahihe ve had beje ma emertukum bihi فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُوكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا بِجَا گو متشتك جوارا گوت من امرك داوا بهما خو بيف بگريدن عين وك گوم كندري وك گوم من ون بقلبك خلاصيه بگرن عيني بو شكلي خو بي كتاب بگرن سنتا بگرن گوم من عاتشتك جوكر خو جي برافن جي برافن حتى قوت طاقته بجهه جوا حرام وماصيته برافن انجغوني ولو خلاص بالنبي عليه الصلاه والسلام وهذا بجا و صحيح بخاري ومسلم متفقون عليه حديثه كده جي النبي عليه الصلاة والسلام كسين دي بيجلو مطلق دي بيجا تشتي قد في ديني ده تنا بقبول نكن تشتي قد بدعات بود حقيقة حديث السنة وقرآن تنا بقبول نكن يا فلان كسود فلان كتاب ده أفياس كي فلان عالمي ولو قد كي نمهي ما أو چه بيجا ونفتا خود اشتغلا وقته قد وي فكرة قاوي تا ميداني كاركم جير بيجن مالله سيدا شيخيم خودش ترازی به تی فکری و و و فکری و و دشمنی داره جمع میداره در حقیقت در حدیث سنت نبی علی سلامت و سلامت و سلام موجودن آمد آیات قرآن مبین ده وهاد بیشن آیات تا موجودن کاب خیره خو دلیلی خوشانی مبدا و امجی باور کن چون خدای تعالا إلا إتعاتا قرآن وسنة جمارة شرطة تيا وإتعاتا أولو الأمر جي وقته قو إتعاتا ويجي إلا قريك القراء قرآن وسنة بان القراء تشتكي ديبا ولو امر دائما ونبي عليه الصلاه والسلام صحيح البخاري ومسلم متفقون عليه انا وهذا بجمع احداث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كي تشتكي قد في دين مدى في اسلام مدى تنبا نما موجودة حقيقة ايات وحديث تنبا وقوم الله وشيخ وعالمك وجمعتك وجامعك وبالمام بصايره فيا جفاتك بيجي بافش اسلاميه ون رد بكن ون قبول نكن ون انكار وي قوتناوان وي بدعاتاوان وي باطلاوان بكن أفجي متفق علينا صحيح بخاري ومسلم داي نبي عليه الصلاة والسلام الأمر داي يعني نبي عليه الصلاة والسلام بمحدثات العمور إحداث دين يعني تشتكي قد السنة إذا تنبت حقيقة آية تنبا وعبادات وتعاطي ولا رقنا درخن بيجن بأفش قرآنه وسنته نبي قبولا واتشتانكن والردا ونعكبكن أفجي فرزك السر من مسلمانا ومؤمنا يا النبي عليه الصلاة والسلام وهاد بيجا حديثة كده يجد بيجا يعني إلا ون بيجن أمش رسولي خداي تعالى حسد كن يا او زمان دي بيتعات عم بكن وبيام بكن وتشتك مجوالك وتل باي من بمشن هنگانه وجه وتشتك ون حق كن أزيل موانا يعني تشتك ون حق كن خداي تعالى يبدوا وهاد بيجا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة كي رعاية سنتان ببكا ووكا قو خلاصيك خب سنتين بقرا دبي ويناج محسكا حسكرنا يجبو من هيا چونکی انسانه که گو سنت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام بگره دمکی ویناج محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام حست که و نبی علیه الصلاة والسلام جی مزگینه دیده دبجا کش من حسب که رجا قیامتی بمره و بمره تیکه و جنته و بجیرانی من و هاد بجا دیس اف جی ترمزی سن علم سی و نهاده و شازداده و جلده چارداده و چلو ششاده و هاد بجا یعنی بجا صحیحه محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام بجا كي سنتان بقى خلاص با كي بيان بقى خلاص با ايدي جوي حلاق كن حتى دي ساد امام مسلم دا رواء ومسلم دا حديثة كده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعات ضلالة بجا شو بسيس بشك قوتني قوتنا ان بخير قوتنا كتاب خداي تعالى مصحف قرآن وبيشتي وي ريا هدايته ريشكا هدايته يعني جعدا هدايته جي جعدا محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام و ان عملي بيس ونجس وخرابة وخدي جي نرازية او جي محدثات عمور
muhdesat tamam bid'atın ve her bid'at dalaletet be Cenab-ı Aleyhissalatu Vesselam. Ravaul Müslim de vahad beje yani tamamı bid'at dalaletin. Bela insan jeje hesb gün baram Allah varım pasni vecib dün baram Allah bejun valla ego fi ameli ka afka khiru müzgin jere heyeji av tamam batılın tüm manavetine. Çünkü Nebi Aleyhissalatu Vesselam kullu bid'atin dalaletun beje. Yani tamamı bid'ata dalaletin ve kullu dalaletin finnar tamamı dalalete jid agirdana du cehneme dojedana ve had beja yani Müslümana gerek be bid'ata amel neke Müslüman gerek bid'ata rameyin neke insan eko imam khode ve Resulü aniye gerek ve şkore ve pırse daim şkore beke beja tişte go khodaya ta'ala Kur'an'a mubinde nene visan diye و محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام دو السنة تاخد جمرة نقوتيا أو نعصل دينا أو نعصل دين دتنا أم بعمل بكن خديج من راضية أو عمل باطلة نخيرة بني نبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رواية كريا رحمة خديليبا أو جد بجا عليه الصلاة والسلام وها قوتيا كل أمتي يدخلون الجنات إلا منبا تمام جن أمتا متك في الجنة كي بلا إله إلا الله محمد رسول الله وتفتك من الجنة صح وأوت إيجو نخوض مستثنى صحابة بجا يا أبا كين مستثنى يا رسول الله كي جنة نخوض كي نخوض جو خدای تعالى مغفرة وعفية لك ويناج عذاب خلاص كتير في الجنة أو جوهاد بجا من أتعاني دخل الجنة ومن عساني فقط با كي تعاتا من بك بهر الجنة كي معصيتي بك كي بيت عطيان بك وكي نيرتيان بك وكي لباي بدعات وخرافة وتشتي باطل باز ده وقت يقول عالمك بيجا بني بيخنبر عليه الصلاة والسلام لو قلت يا همن إطراز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير والله فلان شيخي فلان عالمي خوجايا قوات شم جواتا قوال اللي ردنيم مالله ورهولو قلت يا أو راس بيجا بيخنبر راسنا بيجا وزمان ومن عاصاني فقط با دمك وي إسيان كريا بيت عاتيامتك دمك جنتي ناخواسا أقصى Demek ki cennete nâhuza Buhari ittisam dedi. İmam Müslim ki mütefikun aleyhine olarak dedin. Nebi aleyhissalatü vesselam yani rasta rast beca kullu bid'atin dalaletun. Tamami bid'at dalaletin. Tamami bid'at batılın. Tamami bid'at muhalefeti Kur'an'ı ve sünnetine. Tamami bid'at muhalefeti sahaba و تابعين و أتباع تابعين إمام شافعي إمام أبو حنيفة أحمد بن حنبل وإمام مالك وحلف وسلف إمام حجر الأسقلاني إمام نبوي ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وشق عالمه إنسان وإنسان يقوله مبارك وذاته خدينا ولينا وطام بتسليمتك طام بإدعاتك وطام بإخلاص وبتقوى تسليم خدايا تعالى بنت مخالفة التفاتك إنسان يقول مخالفة محمد عليه الصلاة والسلام حلف وسلف بك شخو إنا نصيبنا ديني خديتنا جبولو أي مسلمان قرشك تنقرك مسلمان هياخو بدنا سري واتشتولو بينا برشع بيخو نيستكي أبو داوت لباس شارادا وترمزي استيزان حفتادا وهاد بجا من تشبه بقوم فهو منهم كي بشكل شمال وبدعات وخرافة وبتشتكي باطل خو بشبين قومك أو ججوانا إجا يدفرد معنى قوم تشيه قوم تشت قومك دينك وكا جماعات وطبلوغيك إيروم الإنسان عدرين هر كشخور شكلك فيك قول تمامي تركيا تبقرد هر جماعات زانكينا كي جان إنسانا كي قولو خلصر دين دينا وخلصر أولدارية دينا سكاكي بريد هر أزان بيش كي جان جماعاتي چما؟ چونك هر جماعاتك موضع كوان هيا هر قومك موضع كوان هيا والبايوه موضع بازدن وجليوان دشبنا هفدي والله كيلوان جينيزيكي هفدينا هر تشتوانا كيوك هفدينا چونك واناش خورا كرنا دين او تشت كرنا دين والله ايرو راستا راست بجم والله ايرو تاريخاتي ايرو بنا پارلر اسلام بنا پارلر دينيما تمام قومنست و اتايست حتى ايواري و معاليست و ديست و سوسياليست و زردوش و چقا دينه باطلانه تمام سر و بدعاته هجوم اسلام اتكن ده ببنه فلان خوجا و فراتك فلان خوجا سر اسلام براق ازنشتك فلان کس ولو دين استثمارتك اشتا دين محمد و سمعشا ولو حقارتو نيارتيا و دينه اتكن سبب بدعات زراره نكاره بدعات اخانته اسلامه نتشتكي باشه
كي بيجا ببدعات باشن وينا باورياي بحزتي محمد عليه الصلاة والسلام تنا أفقا حديث وآياتي صحيح ما خواندن دتوا دا بتشتيقو دي إسلام دي تنبا خداي تعالى من عام جوانتك حتى نبي عليه الصلاة والسلام بوهاري أنبياء بينجي ويكيدا مسلم علم ششادة أحمد بن حنبل مسند جيل تدوا دا 327 405 و 511 حديث نمرسي دا دبيجا نبي عليه الصلاة والسلام نيزيك قيامته بأمته بجريدري ببدعاتا بخرافة وبشتي تلفزيون وسوسيال ميديا دركت جوا تابعي أوروبا وعمريكا وغرب مدنيتي ببا والباي أولو جانغانا كي جاندانا كي باز دا ويجدف آلاخو دينيخو ورياخو ريشكاخو ودعوة دي وبابيخو بردا وباي باطل هرا ولو جد بجا لتتبعون سنان من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلاكوا جحر ضب لسلكتموه قارش قارش دبي ولا يقول قارش قارش وبعرشن عرشن وني انسان بري و يعني يهودي وخريستيان ايزيدي وزردوش في الله وجهه وبيا اف دينه باطل چقا دين دينه باطل بقول البيوان هرن حتى يك جوانا كتي كفا قلا غمغموكي قلا غمغموكي وجه البيوي بيوينا ونتيك فنوي قلي ايرو از العادات وعرف انسان ادريم وقت كو ترند كافر الاوروبا تو سوشيال ميديا سر تيك توك سر فيسبوك سر تويتر سر انستغرام درتخن روجا دي درينم تمام مسلماني ما بيركي ما جني ما باوي ما قالي ما تمام خدوي و سوسيال ميديا ايده خو رزيل و كبازت كن خد كن ليستو خد كن خد كن قشمر خد كن بالياچو به معنا و عين تقليدا و كفرا و و دين سزات كن جبول النبي عليه الصلاه والسلام بري قيامته اف امته و جريدري اويش دفريا محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام بردن جدفريا قران و سنته بردن اي باي بدعاتا و باي معصيته تشتي حرام و باطل و بازن جبول و هاد بجا لتتبعون سنان من قبلكم شبرا وبشبر وذراعا بذراع حتى لو سلاكوا جحر ضب لسالكتموه دبي قاريش قاريش وبعرش بعرشن بعرشن ونيل باي واني بري مهرن باي جهويا وباي ايزيديا وباي فلاوني هرن حتى يكشو انا كي سمع عشاقوتي كذا قلا كفطار كفطار مزانن شن سرطلان ve kula gumgumok jiwin jiwin ya paywan te kefni hatta sahabat bejin ya rasulat afana kin af juhu falana de be ki hene başka ki hene yani une roja kıyamet une pay yahudiya tabir cahi caysa am yahudiya bejin juhu une pay juhu ya am hristiyan araj am bejin fullah une pay fullah her de bej une pay rechkan ha vallahi iro jlema iro hayata ma u malema tamamen حيات ومال وخاني وجانج وأدبي هر تشتي وانا كي اجهو يا وفلايا عيني ولو جبو يا ونبي عليه الصلاة والسلام راس كوتيا تحاديثة كتيدة جي نبي عليه الصلاة والسلام رواه ومسلم رواية إمام مسلم دايا عليه الصلاة والسلام وهاد بجا من عمل عملا ليس غير ليس عليه أمرونا فهو رد كي تشتكي جو منكوتيا عملك جو منكريا ببينا بروي ربك يعني نبي عليه الصلاة والسلام كي تشتكي جو دفعي شي مدى يعني دفعي ديني مدى تنيا وإيجاد بك ولو كي رابطة ولو كي ختمة ولو كي مولود نبذي ولو كي برعات ورقائب الميجي شبجي تمام بدعات ونبي عليه الصلاة والسلام تمام إنكار بكن وقبول نكن وجوان دور بسكنا عيني كذا ولا يا وأف حقيقة جرك أم جبير نكن قرشك تن أي مسلمان لار إمام أحمد بن سينان القطان دب جار رحم الله دب الدنيا دا تقا بدعتي هنا تمام نيارتي أهل سنتك تقا بدعتي هنا نيارتي سنة أهلتك يعني إنسان يقب حديث عملتك نيارتي أنتك يروجي أم درينن حقيقة جوا ولو كي خارجي ولو كي مرجية تقا سا إنسان يقب نصيب سنة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام دتنا نيارتي أهل السنة كن نيارتي عالم سنة حادثات كن حتى إيفاري البيوانا كيد اشتغلن خارجيت بيجن وانا كم مرجينا ومرجيش بيجن وانا خارجينا يعني متدين اتدالينا وصادن دنيفيدنا جبولو هردو على جي هجومي وانتكن جبولو لازم ام انسان
pay sünneta Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam işte bid'ata ve bid'atçı acı biber de çünkü hadise kede Hazreti Ayşe rivayetke Nebi aleyhissalatü vesselam men kezebe aleyya men kezebe fi emrine hâze ma leyse minhu fehuve red men ahdâse fi emrine hâze ma leyse minhu fehuve red hadisi de ve kit işte ki go dineme de tine de go icat kriye ve red bikin kabul nekin jedur bseknen ev hadis ve ayeti go mekhwandinci جبونا قو أم تركا بدعاتا بكجمارا بس إير قو إنسان أهل إيمان بن متام بحقي وبحقيقات إيمان بخدي ورسولي يعني بقرأك مجبا بدعاتا دور بسكنين خداي تعالى جواجي وجماجي راضي بالربي من عفو مغفرتاك وسر مكيمناك ربي مرجا قيامتي لبن لوات والحمد لبن وي آلا لوات والحمد تم بقينا ملدورا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بجفينا وما مجواتاوي بنفسينا و رجا قيامتش برا صرات دم دربازك و خداي تعالى برحمك و مشابك و معف و مغفرتك و ربي مجيماني دورنك إلهي سلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد مصطفى على كل أصحابك كل أجمعين و شهداء و صالحين لله تعالى الفاتحة مع الصلاة.